يا ديرة أهلي وناسي خذيتي قلبي وإحساسي. رمضان كريم على الجميع. معكم الفنان عباس يوسف. بدأت حياتي كأي طفل محب للرسم، محب للصورة، محب للجمال. تعلمت في البدايات الخط العربي، إلا أنه باكراً أدركت بأنه لابد أن تكون هناك استمرارية أيضاً بصورة معاصرة لمفهومي أنا للخط العربي، فانتقلت به إلى ما يسمى إنتاج لوحة معاصرة تحاكي لغة بصرية أكثر انفتاح على فضاءات أخرى مما هو عليه، وهذا أنا بتقديري يعطينا مدى أبعد في الاستمرارية بنقل هذا الجمال إلى آفاق أكبر. طبعاً في هذا المجال أنتجت أنا أيضاً أعمال تنتمي لهذا السياق، ما يسمى بالكتب الفنية اليدوية، واللي أمامنا هذا الكتاب المسمى حديقة أحلامها. هذا الكتاب لما أنتجته فكرت في غلاف ماله، فذاكرتي أخذتني إلى أيام الكتاتيب عندما كان أهالينا يأخذوننا لتعلم القرآن الكريم ونحمل المصحف ويكون مغلف بهذه النوع من الأقمشة الجميلة. بنفس الغلاف حولته إلى هذا الكتاب. طبعاً أظن أنه فيها شغلة ظريفة وجميلة، أن إحنا نبقي على ما كان أجدادنا يستخدموه، نتعايش معه بصورة أفضل. طبعاً في الختام أشكر ستاندرد تشارتر بنك لإتاحة هذه الفرصة لي للتحدث إليكم.